كيكة البرتقال من الكيكات اللي عالقة براسي من وأنا صغيرة، كل أمهاتنا كانوا يعملوها كتير بسيطة وسهلة وبدون حليب، وكمان رح تطلع معاكم مثل القطن أو الغيمة، لا غيمة غيمة أحلى. وعملت لكم معاها صوص خفيف لطيف رح تعجبكم كتير. ببداية هاي الكيكة رح نحط 4 بيضات مع معلقة كبيرة من الفانيلا وكوب من سكر شعبان، ورح أحط معهم برش بردقتين وأخفقهم كتير كتير منيح ليصيروا معاي مثل الفوم. بعد هيك رح أضيف كوب من الزيت وأخفقهم، بعدين كوب من عصير البرتقال وأخفقهم كتير منيح، بعدين منضيف 3 أكواب من الطحين، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، وحركتهم كتير مع بعض، بعدين حطيتهم بقالبي، قالبي هذا جرانيت، برشه فقط زيت على الفرن على حرارة 180 45 دقيقة بالضبط، بتطلع بتجنن. عملت الصوص الخفيف لطيف، إذا بتحبوا تاكلوه معاها، هو عبارة عن 1.25 كوب من عصير البرتقال، معلقة كبيرة من النشا، 1/4 كوب من سكر شعبان، بتحركوا ليصير كثيف، وصحتين وألف عافية.